والمسرحي الكبير الأستاذ سمير خفاجة، صاحب ومؤسس فرقة الفنانين المتحدين، رحمه الله. توفى النهاردة عن عمر يناهز 88 سنة. سمير خفاجة مؤلف ومنتج ومؤسس لفرق مسرحية كبيرة له بصمة على الفن المصري. معانا على الهاتف الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ النقد معهد الفنون المسرحية. أهلا يا دكتور أسامة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. هذه الرحلة الطويلة المبدعة من سمير خفاجة كيف تراها الآن؟ والأول يعني هي في حياة مصر كلها والعالم العربي الذي أسعده الأستاذ سمير خفاجة الراحل الكبير، الذي كما وصفتي حضرتك أنه صاحب رحلة طويلة في عالم الفن وفي عالم الموسيقى. فعلا. يعني عرف سمير خفاجة باعتباره منتجا مسرحيا يعني متفردا لا مثيل له على الإطلاق، يعني في تضحياته وفي عشقه للمسرح وفي اهتمامه الشديد به. أيوة. مسألة مهمة جدا في حياة سمير خفاجة الله يرحمه، أن هو لم يكن مجرد منتج على الإطلاق، وإنما كان يعني ذواق كبير للمسرح، كان عارفا بكل ما في المسرح من عناصر وأدوات وأشخاص وإمكانات، ملما أيضا بالتاريخ المسرحي المصري. أنا يعني أزعم أنه يعني لم تغب عنه لحظة واحدة أو عن معرفتي لحظة واحدة خطوة من خطوات التاريخ المسرحي المصري ولا الفنانين المصريين. كان معروف عنه يا فندم ان هو بيحب شغله قوي وبيتدخل في التفاصيل، هل الكلام ده حقيقي؟ ما هي مكمل حضرتك، يعني هذا الرجل يعني اللي هو المنتج لم يكن ساعي للمال على الاطلاق، لكن يثبت التاريخ وتثبت علاقته بالفنانين انه كان ينفق على الفنانين، او انه بالكلمه الصحيحه كان يغدق على الفنانين كثيرا، يعني انه كان يدلل الفنانين من اول ما يوفر لهم الملابس الجميلة إلى المطاعم إلى حتى المساكن، لأنه كان بيجيب فعلا بيوت وشقق للفنانين اللي بيحبهم وبيشتغلوا معاه، وكان كريم جدا جدا جدا. طبعا كان بيتدخل في كل التفاصيل، وكان عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، وزي ما قلت كده انه كان له ذائقة عالية، ليس مجرد منتج كمنتجي هذه الأيام أبدا، باحث عن المال وساعي للفلوس أو للشهرة على الإطلاق، وكان يكلف العمل المسرحي كثيرا، ينفق عليه كثيرا، لم يكن يهمه أبدا أنه يعني يكسب أو يدخر، ولكن أن يخرج العمل الفني على أحسن وأكمل وجه. وبالتأكيد يرجع إليه الفضل في تبني فنانين كبار، يعني فنانين الكبار، صداقة فنانين كبار زي الأستاذ فؤاد المهندس، الاستاذ عبد المنعم مدبولي، الشاعر بهجت قمر، كل هؤلاء والمخرجين الكبار ايضا والفنانين الكبار، يعني عادل امام، سعيد صالح رحمه الله، احمد زكي، والفنانين الكبار هادي الدجار، كل يونس شلبي طبعا، كل دول هؤلاء ابناء سمير خفاجي الشرعيين الحقيقيين. سمير خفاجي هو الذي صنع كل هؤلاء يعني بعلمه وبذائقته الفنيه العاليه وبكرمه الشديد ايضا. الله يرحمه يا فندم. اشكرك دكتور اسامه. احنا كان معانا مداخله دلوقتي الاستاذ مفيد فوزي، بس الخط قطع.